صرف النعناع والعموم وحدايا ومعي مسكين هاد العموم شنو يعيش معايا صرف النعناع والعموم هو مسكين ما عرفت يلعبها في الحبس غير تافدني فيما قلت يوقف فيما زدت يزيد خرجنا الباب بلا ما صحى وقفت مع جنبي تحت القطيب شعلت القطيب قبل ما صحى تيخرج واحد بنادم من الاول فوط على مقامه بحال هكا ووقف وقال لي الرجال ما كتلاقاش جبل ما كتلاقاش والرجال كتلاقا ودار الفوطة بحال هكا درت خونها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فين اخوتي؟ كلشي مزيان؟ كلشي هاني؟ مني نتوما بخير؟ نتمنى من الله تكونوا في حلة جيدة. خوتي وخواتاتي تحياتي لكم. كاين واحد الناس كيتكونيكتاو معانا نعرفوهم وكما نهضروش معهم بريفي، نهضر معهم هكا اون بلان بيبليك. الله يرحم الوالدين اخوتي، انا راه ما كندخلش لمواقع التواصل الاجتماعي وما كنتسالاش في يوتيوب وما متساليش لا تمشي لي باج ديالي اللي شادهم اسماعيل هو اللي مكلف بكل شيء، كيبارطاجي بالناس يجاوب الناس واي حاجه. بالنسبه ليوتيوب انا عندي جوج دولات وأسرة ودار وسخطة مشغيل وحياة ومرض وزيد وبزاف والدين ما مساليش باش نتفرج. الله يرحم الوالدين. ملي تبقى تشوف شي واحد اخر كيسبني ولا تيهضر فيا ما تجيش تقولها لي، الله يسهل علينا وعليه والله يعاوننا ويعاونه. انا ما على باليش حتى شي واحد وكندعي مع كل شيء بالتسهيل. عجبك المحتوى ديالي دخل تفرج، ما عجبكش المحتوى ديالي لمحكمتكم الموقرة واسع النظر. فهمتينا الرجل الزين. يلا اخويا بالضرب شي لايك وشي كومنتر وخليك معنا. ما عليناش اخوتي، فين خليناها؟ فين لقيناها؟ هنا هكاك وبا دخل المدري قضى النار. حنا غنكملوا على الكونديلاس. علاش حبسنا درنا النهايه ديال الكونديلاس درنا المدرجات؟ حيت دابا تتم ندخلوا للمدرجات، حيت هاد السيد هذا اللي عودنا لكم في الافلام ديالو لا هو ولا خوتو ولا هاد الشيء كامل ديالو بعد ما ضرب خول ظهرو والله على شكون ضرب خول ظهرو داكشي ديالهم ومشاو حطوا لي بلان انا هذا مدرقه. اذا خصنا ندخلوه في المدرقه، خصنا نوفيو الحق ديالو، ما كناش نظلموه ونديروه في الكونديله، السيد نوفيو الحق ديالو حيت هو مدرقه. والعلم هاد الناس اللي كنهضر عليهم انا مازالين حتى لحد الان عايشين في نفس الصيغة، حتى لحد الآن مازالين عايشين على ضربني ورانجي معايا السيكتور ديالهم، مازالين عايشين على هاد الهيت هذا ضربني وترانجي معايا. الناس ولات الزرقاء عندهم تدخل غير بالحمر، ضربو ترانجي معاهم الدرجات والله العلي العظيم الى المخزن ولا عارف المخزن اللي كتجي عندك يقول لك هادوك جلاخات بعد منه، هادوك ضواحي ما تدورش بطريقه كيخصهم غير في عنق من يموتوا والدرع ما عندهمش وفمهم فيه متر لسانهم فيه متر كيبحالهم كيبحال عداد. شنو كيتسنى منك؟ ضربو وترانجي معاه. كيتسنى واحد اخر، لكن مني انا شخصيا حاليا ما نشوف الشاف جيتو فين كاين هو كاع اصلا. كاين شي واحد اللي يعطيك الدرهم في هاد الساعه كون هاني الدرهم عوموه من عام الدرهم صافي مابقاش كيتعطى راكم تما تنقاو تعوم وكذا وداروا له الباند واش غادي نعطيو الدرهم اللي كان قبل ما يتعوم كان مكاينش مشكل. ما عليناش خونا انتم ماشي والديكور كي داير طاكينا عليه الموت والله حق الرب الا كانوا غيقتلوه والله الا تفرش فوق منه بالله العلي العظيم الا كانوا غيجمعوا له الركت واحد الليله راك عارف الدراري ما دوزينش وزبانيه طالعين له وكل واحد يبغي يقول لك ضربتي هي اللي خلات الإمارة. أيوة بداك القالب هذاك تتهبط الهيدورة، الهيدورة بداك القالب كتهبط
ومن هنا وشنو بغيت لنا بغينا نشهدو حنا في ولاد حومتنا، علاش نشهد لك اخويا واحد اخر برا سكنت وياه نزلت معاك غير زوين، ما علينا. النوبه الثانيه بغاو يحطوا لنا الباطل، حنا غير كنذكركم بهذه الاحداث نعلم فين نذكركم بشي لقطات كاين اللي مازال الناس اللي عاد جديده. ومن بعد انا هو انا ما نكذبش عليك حتى لحد الان وانت في اوج العطاء في الموسيقى بقت الشهره باللغه الدارجيه بقت الشهره فين بنادم تلقى غادي محشي غير بالجاج فيمي. انا تندخل للسويقه وندخل للبلاصه اللي عندي فيها الصخره تنمشي لها، ما عنديش مشكل. احترمتيني غنحترمك، ما احترمتينيش ايوا الشريف ما تضربنيش شي ضربك بسم اللي تضربت شحال هادي نقول الضرب اللي تضربت داتي تنحتت كنتوقعش بان نتضرب شي ضربه اكثر من داك الضرب اللي تضربته، كانش عندي مشكل. وثاني حاجه انا ولد الزنقه يعني كندخل في الشوارع ما عنديش مشكل. تاكا تمني كنت شحال هادي في الوقيته اللي مازال كنا مازالين بلا عقل وكذا كنت اي حومه تنمشي لها، اي حومه عندي فيها شي سخيره كنمشي لها وباخص المدينه مدينه كنسرك ليها درب بدرب. وكاينين شي وحدين والله العلي العظيم ما كيفوت حومته، انا كنهضر معاك وكنقسم لك بالله حيت عشت هادشي مع الناس وشتو عشو ما كيخرجش على حومته سيد غي حومته. يلا اخونا قبل ما نكملو راك تما ضرب شي لايك كومنتير جوج ثلاثه كيفاش ما قديتي. يلا بون ابيتي. ويلا بقى شي نهار تا خرج كتلقاه غادي بحال لبنه السريعه تي متر وحامي راسو، ومنين كتدخل على باب حومته ما نعاودلكش ما نعاودلكش الشريف الجاويه صلابان ما كناش هكا خلو اي حومه اي حومه اي درب في الليل في النهار واخا يوقع عندنا المشكل في داك الحومه يصفر المشكل، ولكن الحومه ندوزو منها ما تقطعش عندنا رجلينا حنا مشي حومه. نمشي للعشابين نمشي للعشابين، نمشي للشرابلين نمشي للشرابلين، نمشي لبوعقده نمشي لباب القيسه نمشي فين ما عجبني، حيت الا كاين شي واحد عندك معاه المشكل شي حومه عارف راه كاين 99 داك الحومه اللي عمرها سلعه كاينش مشكل. صافي المشكل كيوقع دراري ديجون ولا دراري صغار ولا كدا كيوقع المشاكل بيناتهم صافي هادشي عادي، ولكن باش تقطع الرجل لا. شكون اللي كتخليك تقطع الرجل؟ اللي كيكون واقف في حومته عطيها الصلابه اللي داز كيتقمقم عليه. كاين شي وحدين ما يردوش عليك في حومتك ولكن كيتسناوك تتبان في حومتهم، داك الصلابه ما كانش خصك تكون واقف في حومتك، عيش حياتك عيش لافي ديالك، ضحك الا كضحك تموسق الا كتموسق تزلل الا كتزلل عيش لافي ديالك. ولكن بنادم شكون ما بغى يدوز كامل ولا 19 يا بالليل يا بالنهار يا بادي ما ثقه اللي قرا السلام ردها عليه اللي ما قرا السلام العين ميكا. شي وحدين تيبقاو جالسين في حومتهم تيجبدو في العيب، وبالاخص الا دزتي محداه في تالي الليل وكيزدقو في التالي كيبقى بحال اللي حاكم على دير راسو الحبس حياته كامله مربع عايش فيه. خليني مد الحوم اللي دابا حنا فيهم كيجي يسطالي ويطلع لدارو ما كاين لا حومه لا ولد الحومه لا ولد الحومه، تبرك على الحوم الشعبيين فين الحومه هي مجمع كل شيء. ايوا صافي انا هو تمايا من حومة الناس طلاق 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 عين البونق شارع اللي بعاود لكم الفيلم كده وادي وغير تصاور غير بانان ما كاينش يعني يدي اللي ضربوك شادين كونجي هبطنا قلنا نرقدوا له المزاود هكذا ساعة خونا ضحية شدار فق فق وشو حطالي عيبة.
ما تخباريش، هبط البريكاد جوج جوج كدا كدا. مهم إلا توصلنا للبيرو في بار فراسكم، تعاملوا معايا دوك اللي تمايا باش تعامل معاك. كبدا هادشي اللي قلتي النار ما دخلش للراس، علاش داك الوقت ديال تانتا كتدخل وتخرج للحبس وتانتا محشوف في قائمة الصلابة؟ يعني ما تنجيش عند الخدمة تقول له بدي راني سلكت الأمور، ما تدخلوش لدماغه. ولكن حنا زوين اللي غنديرو معاك دابا هو قلتي هاك، عيط لوالدي، عيطنا لمي مليكة. مي مليكة منين جات وهضرنا معاها ما عرفنا لا شنو كاين، لبقتني انت هاد الباطل غير انت تيتسناك غير انت. سمحوا لي يا سيادنا وقفش بحالات، ايوا درت فيهم ها، داروا فيا هكا الوالد الطريق القريبة لا كملني. نبقى على رجلينا نشد الشتميس. صافي هبط اللاكاب، هبط اللاكاب، جلس شديت القنت. لاكاب دايما كنعاود لكم عليه، لاكاب ديال البطحة ما تحش بالمالح. علاش؟ اكتب دايما عامر بعدا بالفوقيت، والفوقيت كلهم ولاد المدينة يعني ولاد حومتنا، نعرفو ناس ونعرفوهم اللي كيدخل اللي كيخرج فينا ماطلو. سكيرية ما تحتاج نعرفوهم كاملين، وزيد إلا جابو شي واحد ندوز معانا خير، فين كيجيبو شي واحد في البلاصة بالبحر حنا ما كنعرفوهش، حنا ما كيعرفناش قليل. حتى ما كاين الأكاب بالبحر كيجيب غيك ثاني، الناس النواحي كون كتعرفو كيعرفك، كي اللي كتكون كتعرفو غير في الشوفة كيعرفك غير في الشوفة. أجلس زين أنا واحد قنيت، أجلس مع راسي أجي كنشوف. تبقى كيقول لي الشيطان يا الشيشي يا الترتيبات ديالك خرجت في الخاوي، يا شيك نجيب دعاشي ديك الساعة طلعت ترعى يا كرك دابا جالس بعزك انت غادي غادي لا ما داير حتى لعبه، ما عندكش حتى شرف المحاوله. ها لعبه جبدوا عليك النظام قمقموها عليك في حبتهم وبطبي حالاتك، منين هبطتي الراجل الزيت ترسلوا لك الفيلم وكلوا كتبن داروا لك راسك في الخنشه. ايوا مضغ هادي هادي هي تريت صلابه الشيطان يلعب معك بهذا الكود، تنظر معك شي دريوري انت نعرفهم كدا، هادي هي كلابه صاحي كلي كلابه صاحي ما كلي بقى كويشات مطلوقين الحلقه. قلت لهم شنو كاين وشنو كاين، ما عرفت ما معامل ومعامل العفو لا داو هادي السلاح وراك ما عارفين داك الصبيرات ما نحتاجش نعاود لك. واحد الشيباني مسكين جالس مع جنبنا وقاتلو الهم، يا كنت وانا كنت تعاود مع الدراري كدا مسكين هو تيجي فينا غير كيحني راسو. حني راسو راجل كبير، حنا ما كنشوفوش شي راجل كبير وكدا وهادي و... في داك النظرة ديال المعقول يعني ما جيبنا على الشراب لا لا والو ضروري كتسفسر مع داك اللعيبة هاكا ماشي قوار راه العمام. قال الله يتوب عليك هاكا يتوب عليك ولدي بلا وابو رحتو له بيك لا باس انا قال لي والو باس سلاك وصافي. كنت وحده كنت الدريه كطنز وجريت مع جنبو قلت لا باس انا شفت على المرا عند النفاق. الله الله فهمي راه شب في راسك. المهم واب السين ما قفلهاش ولكن راه صراحة الشايب قال لها ولدي شي الدنيا منين كدور على الرجال راه مصيبة كحلا عاد كينو يهضرو داك الناس دايما كانت بنت. قال لي شوف ولدي قال انا كنتي كتهضر وانا كنسمع اللي حمد الله وشكره
اللي تنير كلاسك على صارك. اللي صعيبة قال لي يا ولدي هي تركلك وانت شاف اللي ما عندهاش الدواء. مش انت دابا يدوز كاتشي كامل ربي دابا يفتح عليك ودابا دير ولادك والله مسكين الى عقلت هذا دير ولادك وداكشي كله يبقى عندك هي ضحك. اللي صعيبه ولدي هي تركلك وانت كبير في السن اللي يشوفه ولدي. انا كبرت في الصناعه، كبرت صنايعي، كليت الفلوس في العز الصناعه، ديت المرأة الأولى وعندي معاها جوج البنات وجوج شهور ومات لي المرأة. مات لي المرأة وبقيت كنقول أنا البنات جوج شهور وأنا هادي ونبقى في الدار بوحدي وهادي وكدا. شي بنت الناس نديها نكملوا مع الشيء اللي بقى. بدا شي وحده كانت كتاخد عندهم الشغال راك ما فيش تصنع اللي في الشربيل كيدفعوا الشغال ديال الموزون وكدا، اللي في السقل اللي كيدفعوا داك الاعياد داك الشيء كيدفعوا الاعياد اللي كيضربوا في السقل، واللي في الخياطه كيصوبوا داك العقاب شوشات وما تعرف العيال تبارك الله الله يعاونهم كذا خدموا في الصناعة بزاف. شي وحدة كانت كتاخد ما عندهم الشغال وكدا وهادي وطراق من هنا ومن لي قال لي كنعرفها مزيان سنين اللي كتخدم عندي الشغال ما جابهاش ما جاب لها شي الله في الجواج. نقولوا حنا بلوطنا بايرة قال لك وكانت سنين درويشة وكدا هادي شنو فكرت قلت اودي هاد السيدة هادي سنين ما عندناش شغال ومعقولة عمرنا شفنا منها ولا وما جاب لها شي الله في الزواج كبرت شوية هادي هي اللي صالحة علي عنديها كمل معاها داكشي اللي كتبو هي العمو راه شوف اللي تسمع هم من الناس تنسى هم. السيد كان بالمحل ديالو عندما كتسمع الصنايع المعلمات كيديو الشغل المحل ديالو الطويرة حتى مزيان حتى هاد السيدة قرا حسنتها حتى هاد السيدة الله يكمل بالخير مزيان حتى لهنا الأمور مزيانة. السيدة مور جواج راه شوف يقول لك الدار هي العتبة والمرأة هي الركبة راه كاين شي مرأة تديها وانت خالي تعمر وكاين شي مرأة تديها انت عامر تخلى كاين شي مرأة الله يحضر شي سلامة عرفتي شي لا حطت رجليها في شي بلاصة الخلا تيوقع وكاين شي مرأة مباركة مسعودة تدخل على مولاها بالبركة والتيسير. هذا الدمرة هنقول لك الخلاف نخلع داها قال لك الفم اللي يقول الحمد لله ما عندهاش الفم اللي يقول الحمد لله ما كانش إذا دخل الحوت لا جبتي لنا الحوت في غيتا مارا لا دخل شي حاجة قال لي بقيت كنقول مع راسي مع دور ربي انت ما جيتي بهذا الشيء حتى زعما راه وداك بيبره وكدا وهادي اللي جابها قال لك الفم اللي يقول الحمد لله ما كانش هو المرة الأولى ما رحمها ولا دابا جبت هادي حبلت تبقى وليد دورك ما عارفين السيد مسكين صافي تا كان قال بركة باي باي للولاد ولا تزوج ولا تستعطى الله وليد ورا منا واش بدل كيشوف الوليد تيفرح من الشعلة دارت الوليد تلقت رجليها وما كانت حمات شمولها السيد ولا راجع غير اللور كي تراب الحدورة الخدمه اللي كان خدامها ما داك الاعاقه وداك الشيء داك ينقص
الكواليس بداو كيهبطوا على ظهره وحده مورا وحده، وقعوا له شي مشاكل، عيد الزير عيبيع المحل، هيولي يخدم غير في الدار. هيخدم في الدار، هي غير ولدت الولد كانت كتعاونو في داك الشهر، داكشي اللي صنعت يديها، ما نخدمش قبل غير ولدك. يولي يخدم في الدار، هيجيوش المعلمات، انا ريحة الكولا دوختني، انا تختاخد المطرقة ما نعرف شنو، انا داكشي الصداع، انا هادشي بزاف عليا، انا هادي. السيد مسكين بقا كيرد القلب، مرض مرض دار العملية، علاش الله يبارك، شحال داكشي مبالي، كان كيبقاو لنا غير داك اللقطات الكبار. السيد دار العملية خصو الفلوس، بعد داك الدويرة ديالو كرا دويرة العملية. ها السيد قلت كان خيمة ولا صريمة، الله يسر الله يسر، مشي كعاب دخلوا عليك الله يحضر شي سلام. خرج من العملية وهادي، وتعرف ما يخرج من العملية مش يخدم، جلس يرتاح وهادي، بقى الدوايات كدا، مسكين كما داك البركة اللي عنده، بقى غير تيقشبل. المرأة هزت قرونها، انا ما ايه ناقصني هادي، واش انا نعيش في الجوع، واش انا هادي، واش انا هادي، واش نقابل لك ونقابل ولدك ولا ندير ولا هادي. سوقني سوقت يوق الشاب نفاق سيدنا عطا ما عندوش، صافي السيد وصل للجواط ولا غير الصناعية كيدورو معاه، الناس اللي كنت كيخدم معاهم كذا مرة مرة عاد هذا يدور معاه مراكب، صافي الناس كيتعاملوا معاه مشى الله مرحمته، فاز عليه الدعوة لقيناه مسكين معانا تما. يلا خونا قبل ما نكملو راك تما ضرب شي لايك كومنتير جوج ثلاثة داكشي اش ما قديتي، يلا بون ابيتي. انا منين بقى كيعاود لنا داك، بقى كيعاود لي مسكين داك الشيء، اقسم لكم باليمين الى عيني تغرغرت بالدموع، اويلي قال لك كيفاش، انا قلت لك راه الدنيا الا ركلاتك صغير ما يبقاش فيك الحال، قال لي الدنيا ولدي راه كتركل مره ماشي جوج، الا ركلاتك صغير قرا منها يعطيك الله تعرف شنو دير، ولكن الى ركلاتك كبير نزك الماء. نشوف هاد السيد هذا، شوف هادي هي هادي مدرجه جبتها لكم، علاش نغني من الوالد العزيز صبتكم المدرجه، حيت انا عارف هادشي اللي جاي دابا هي غير مدرجات، شو مسكين على مدرجات صرات عليه، وراك كداب انت 17 عام ما ديرلوش هادشي، وهادي فاش هاد التران هرب لهاد التران، وقال وادي هي اللي فيني ما غجب لها شي الله الدنيا وكدا، وادي نديها الراس على الراس، كمل معاه كمل معاه اللي بقى رماتو، دخلت عليه بالخلا طب ومرض العملية لك حال، وبناتو إلا جاو كداب جلدو معاه، وبالتالي هاد المرا اللي تاكل معاك في التبصيل وتوصلك للحبس على النفقة، وانت ما عندكش نقولو غير موظف وعندك الصالير سيف عليك تعطي، انت راجل كبرتي وما عندكش، وكتشوف مشى المحل مشى الدار والعملية والمرض وكدا وسير والله الا وفداك بجد. ومشى للحبس وتعتقل، وخلينا اخوتي تعتقل على النفقة.
هاد السيد هذا تعتقل وكان في الحبس مره مره كنت نمشي نشوفه مسكين وكذا، كنا نويا في طيب واحد مره مره كمريت لاس كذا هادي الله يلا تعتقل مسكين على وكلها وشربها وهننها وبالتالي منين تزيد ما نصبرش، ما نصبرش على الجوع تكرفش مقابلك مقابل ولدك. انا لا 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 انا لا 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 لا, لا. انا بزاف عليا هادشي. وطلقت وطلقت واش نقاسو والو موت نفق البنات خلصوا البنات كلها هو كلها وشابطة في راجلها. كاين شي رجال لي اللي عم راس لا اللي يجبدها ويمشي يسلفها ويطير ويخلصها عليه ويقول لها ويلي واش نسيبها يمشي للحبس على قاتلوا عليها. كاين شي واحد اللي يقول لها العالم انت راكي عايشه غير في الكشفه عندنا ما نديرو هو اجدا يتزوج صافي مات تمك وخليه عندنا شي ما بقينا له جهد ويشم ويلم ما علينا. ايوا بدينا مهرسينها بجام تمايا في البيجي أمريكا غضبت تعال هذاك الشيء تعال هذا في فراسه حيت كندور السين في دماغي هذا مصيبة كحلة هذي كنديرو دابا ماشي في الحبس الله انت غادي نحبس على بعض العام ثاني مصيبة كحلة يا تما عيط لي أنفاس وجهي قلت لك يطلع لي فراسين ديالك نتايا المخزن كتهضر معاه تيقول لك اشري طبقوا عليك بونقشة بوك هادي كداش ما عمرتي تقول ليش هاد الهضره هادي ما ضربوش شي شهود كاين شي صافي تقدموا جا الصباح ديال التقديم دابا ماشي نقول كنمشي طالع لي الدم ولا بصراحة هاد الله فهاد اللعيب ماشي نمشي زعما ونتقدم وانا طالع لي الدم ودايرها وداخل عليا الضايم ولا الصباح مايا مت واحد المهاول مع الدراري مع القياد لاكاب قاعد قدام طالعين طلعين طوابية وكنضحكو تنقول لهم شوف اخوتي الحبس هانية ما كاينش مشكل صافي فين نضربو هاد الحبس صافي شحال بقا ندبو يلا دخلنا لاكاب دخلنا لاكاب جر معايا مسكين داك الشوي بيني فما مشيت كنجرو معاك تما معايا كدا وهادي معانا من هنايا كملوا يدك قارو كمل في يفنين هادي وكدام وعندي عندك تنتهاودو حيث الوادي هابط محيود حيث الضحية يجي داك خور انا كي عجبوني داك الضواحي يمكن تلبس القميجة وتوب ويتم جاي على اساس زعما داك القميص جاوتو كان كنتي غادي تدفع السيفي في البنكه يوقع نفرضوا كاع كنا حنا ضربناك تعرضناك دابا غادي تدفع السيفي انا شحال من ضحيه انا تحت فيها كتيضرب القميص جاوت السروال تبقى تما داخل معايا زعما انا اللي لابس النايك نديرها عيط والله لا من فلان كدا هادي فلان ليش بينك وبين هذا تتفق بين حتى شي حاجه بيكو بين والو تايا ضربو كدا وهادي طرمطم كيقرا عليا داكشي اللي تمايا انا مسيدي انا ما نفوجو كنقولك انا ما ضاربوش انا ما شايفوش كاع انا تغنيت انا وخو غير تغنينا مشيت بحالي تا تفاجات ملي جا الامن جا مورايا داوني قلت انا ضرب هاد السيد وهو داك السيد ملي قالك انا ضاربو انا قابل على حكامكم وربي كبير يمكن يغدى الاخيره ترواتيل ولد الناس ما جاتش معي الثانيه قال لي زيد لهنا زدت قال لي صم هنا صم قالوا دي هذا لك صافي اختصرت عليه قال محمق وحنا دماغنا هو دا قال لك انا ضاربه صافي تا دير تما ضاربه انا بيناتنا ربي راه كبير ربي كبير ولعبت كوبيتير شحال دير طلعت لك صافي طلعنا لاش عارف راسي عن خوي الباترية ضحية ضاربينو صوب طريبة مصور دا الشهر الطبية دوك الناس ديال المران جياتي يكونوا حافظين السيفي شنو كاين
هذاك دايرين بحال اللي كيدفع شي سي في ديال المعونة، تيمشي كيضرب التصويرة لظهرو مزيانة، أو تيمشي كيزيد معاها الشهادة الطبية، تيجلس تما كيتسنى البورصة، الدولار طالع الدولار هابط، على حسب مع من جابها. باش انا قاعد كنحمق راسي، عارف المسطرة القانونية مطبقة عليا، انا عندي سوابق عدلية. حنا بالنسبة للمساطر القانونية جوج موسخين، واحد ضرب واحد، ارانا اللي تضرب صافي راه جات فيه، واللي ضرب يمشي للحبس، حط عليك الباطل ذنوبكم تقاسموهم، رفعت الجلسة، هادشي اللي حافظين نبتكم الخرجة من اللاكم خارج مطلع الطوبية وتغني ويا جي يا جي نقول لك، ويا جي يا جي نقول لك، طالعين صافي. قلت لاش عم تفقس دابا صافي عارفها كيما جات جي، كاين شي مشكل بحال هاد الناس ما تيبقاش فيك الحال الا حط عليك الباطل، وهما اصلا ديال داكشي تيبقى بيك الحال ملي كتجي شي شيبانيه كامل الحومه، شي ناس اللي ما تنويهاش فيهم، شي ناس اللي انت معاهم مزيانين، شي ناس اللي انت كتشوف فيهم تقاتل الله في وجههم، فهمتني، كتقول كتصدم الا حط عليك الباطل. اما بحال هادو صافي، هذا كتقول له لعبتي لعبك المعلم، ايوا بلاتي انت لعبتي السقصيره، حنا بلاتي تدخل الخمسه الرابعه وديك الساعه تنقرقب عليه مك السط طويله السط 12، فهمتني، ونزيد نطيرك ونزيد عليك بالعشرين ودبر راسك. صح حيت راك صافي انت معانا في الدومين، ما عندنا ما ندير. هما كيتسناو بداك الساعه، كيتسناو اللي عايجي يهضر على ما وكلي باش انا خسر نادر نافع عنا تركنا هادي كدا. مريكا منين جات طلع على داك الشيء في راسها ومشات، ما سولتش فيا وما سولتش فيهم داك الساعات وما هضرتش معاهم كاع. انا دز عند الوكيل تعتقلت، منين طلعت للجلسة طلعت صولو مينتي، ربنا خلقت انا، منين عيطولي محيوت وقفت دير محامي للدفع على راسك، درت داك اللعيبه كدا هكا تندير محامي، وانا عارف في يد الله ما عارف شنو كاين، ما عارف ما كتراجع في دماغها وكذا وتبدل المحامي ولا كذا، ولكن حنا اصلا باش نبقاو نهرسوا المونتير في هاد الوقيته هادو شنو كنا كنديروا. صافي منين ولفنا في الخرج وانا كنلعبوا في هاد المناسب على المداولات بزاف باش كتهرس حبيس، عندير ربح الى التفريس وانا ضرب شهر ونص ديال طلع فوق. صعيبه هي كت مع تشوف مع الوقفه مع الكابال، كتنزل داك الساعات قاصحه مع كتهبط كتحسبها من وحيد، لا كتضرب واحد الشالون الا قال لك 6 شهور كتقول شحال ضرب، كتقول له ضرب شالون، على ما كدوش في السينما كتلقى راسك ضرب 3 شهور الحبس مشى بقى غير الغشاء، صافي تلقى راسك في الحدود حبس العيب، فهمني. هكا دابا ولينا كنرواو معاها بعليناش ندير محامي كدا عطاني مداولة سيمانة، هبط وهبطنا لا كامل كما عارفين بنادم من طرف من هبة وادب من كل جهة في الطريق، المعتمرين غي هما طراق، جات الواشمة طلع 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 العقودوس، حلو لنا البويبة ديال العقودوس نزل ارانا بوجد لهنايا، غنطيح في واحد الموظف كنت كنعرفو انا غير فريميجا ديك الساعة، انا كنت كنعرف داك الموظف غير فريميجا، الدخلة اللي دخلت لقيتو علق الشرطة في دار داك الكراد الله اعلم، وكان كيموت على الخماسة اي خميسة هذاك الساعات كنت غير خميسة الدرام كنت عزيز عليه يموت على ديك الساعة، حيت علق الشريطة تمايا تيعرفني قال لي اه انا يوسف، قلت له صوب الله ايش لاباس، قلت له لاباس هاي في لعيبة خفيفة ما تقول له قعد راه كيسولوك ياك لاباس لكن ما تيبغيكش تبقى تعاود لهم تقص حياتك، هو المضمون بحال داك الناس المضمون عندهم هو جيتي يعني مرة مرة يسلب منك شي لعيبة كيك صافي، مدوش غلط تعاود الأسطوانة في حياتك، هادوك فوقاش كيسمع لك الأسطوانة في حياتك، من تيكون عاطينو شي سيرفيس في شي كور يحدي لك زادم ولا في كروا داير شليوة وكاز كيهرس الوقت كتجي مع جنبو انت كتوقف
وتعاود له مونتيف تيهرس معاك وقيت ما من الغير هكا مسركن ما يبغيش يطول معاك خصو يمشي يراوي نهار قصير فهمتني وجاك عزيز والنهار قصير طب يعني باش كاتب بالخلاصه كتقول له ايه شي العيبه كيقول لك بعدا خفيفه غير ابتدائيه حيت في الحبس ملي كتدخل ابتدائيه خفيفه جنايات هي اللي كتقول له شي واحد الجنايات كيكبر وجهه هي كتقول له جنيتي كيكبر وجهه كيحسك بانك داخل العذاب ما ابتدائيه واخا تكون جايبها ب10 كيقول لك غير ابتدائيه وغير ابتدائيه وغير ابتدائيه ابتدائيه راه كتعطي حتى 12 عام الشريف مال ابتدائيه ماشي حبس زعما عنده في السيفي قال لك لا غير ابتدائيه تيقول لك واه الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي لا يحمد على مكرين سواه ايوا دزنا بداك القريف بصم سنيب بصم كدا طرنطن هادي من هنا من ليطلا رانا البوجدا الى بيت الضيافه مام دخلنا قلبونا ناضين دخلنا على باب ديتونسيون باش علوين تيدو يا فما تنخرج في الوالد العزيز حساب تيدير فينا في الباج دا هكا دايزيد وانا شتو مي شتو هكا شتو تيشوف كي وقف تيدير هكا تيشوف الباج دا دايزين هكا حدا غادي تشوف داك الخماقم اللي جايين وانا درت هكا فهمتيني تحشى في عباد الله تات قديت معاه قال لي شتك الميكاب بلا ما تخبع شتك شتك الله يخليها سلعة تو تقصوش ديالكو جاي لدارك انا ضربة مالك ما كتجي تسوق يبقى زنزان يموت المهم انتم انا عالم السلطات الى مسا غير من العصا اللي تيشرب انا راني بعيد على التهم ما عليناش نحلي داك لاتويا سبحانك يا جاري بحال اللي كان تيدير له بحال شي دمر على قلبه ماشي غير انا عداد مني داك اللي داخلين خارجين داخلين خارجين غير تايشوفنا هذا حال اخوتي اللي كاين بحال اللي كيجيبونا نضيقوا عليه بلاصتو شاش بانك ما كناش حنا داك الساعه فين غيخدم على من غيتخلص ساقونا للضيافه فصاكونا مسكين داك الشيباني عمرو ضرب الحبس كان نفاق كان كيزيد غير مع جنبي كيما جلس يجلس مع جنبي هو الحبس ولدي قلت له شوف الوالد هادي راه غير بداية الحبس ولكن باش نطمنك وترتاح قلت له شوف الوالد انت راك اي بيت دخلتي له راه الوالد ما كاين لا اللي عيتابز معاك لا اللي عيتغن معاك لا حتى شي حاجة اصلا في الفيكساج غيصيفطوك البيت اللي غتلقى فيه الناس ديال عمرك الناس اللي كبر في عقلهم الحبس الوالد كره فئات كاين البراهش اللي بحال 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 المقلة ديال الزيت اللي كيكون فيها الفريتش بيت هكاك داير وكاين الدوزيام بيبي كتلقى الدراري بني مسخط عاوتاني ولا حسابو في راسو ديال التمشغيل وكاين الكارطي الكارطي الشريف راه قلت الوالد راه مقسم راه كاين تري دي جون ديال 30 هاديك داو 30 40 كدا غادي وكاين واحد البيوت كتلقى فيهم هكا تلقى فيهم دراري ديال 30 كدا ولكن كتلقاهم جامعين بحال هكا غير دراري اللي كالم سيريو دا هادي بغيت كنقولو حنا معقولين كتبقى فيهم صحاب الكرافا وكاين العشرات الشيابل هذيك فيها غير الناس الكبار نتا راه ما يديوكش ليها حيت مازال ما وصلتيش للاج ديالها كان يديوك ليها ما تجيش للضيافه هادشي ليها نيشان كمهم في الفيكسا شي يديرو فيك هكا تيسيفطوك البيت اللي على قد اللاج ديالك اي بيت دخلتي له الواد راه مكتوب راه المساجين راه كل ما فيهم راه كيمرقو من الناس الكبار ديرها ببالك يعني يكون بعد القضية بعدا مرتاح منها ونزيدك واحد القضية أي كارطي صيفطوك ليلو سير عند شاف كارطي سول على راه يسلح شاف كارطي بيدي وسير عنده
وريه نفتح هذه العملية وقول له راني هاد يعني عمليات وهادي وكذا، وهو راه يتكلف، هو راه يشوف فين الناس في البيت وكذا، يشوفوك بليصة تحشى فيها، ميخليوكش في الردم، واخا يكون لاكار والردم وكذا ميخليوكش فيه. هادشي حنا عارفينو، كيكون شي واحد العملية ولا كذا يعيطوا اللي واقفين تيقول له يا فلان شوف مع هذا. حنا حضرنا على هاد الشيء، هذا حضرنا يجي شي واحد الله يستر مع الراس، هادشي في حالة ما مداوش المصحة، كاين شي حالة اللي غير تمشيو المصحة، كاين شي حالة فحال قام كبير مريض عاد فاتح كدا راح تيمشي شاف قاطي تيهضر مع اللي واقف في البيت، تعيطو تيقول له شوف الله يرضى عليكم هاد السيد هذا راه شنو ديروا له شي بليصة فين يتشبد، يعني ما يدوش اللاكار بيزا في متشبد ولا كدا، وكيترفع من النوبة يسيق ما تا شي حاجة، تهزو عليه شي حوايج في السربيس، ولكن كيخصو هو ديبار يلونسيها لشاف كارطي، تيمشي كتهضر معاه شاف كارطي شوف راه هي كيبوقرو كيدبرو كيطيرو كينزلو، ولكن كاين شي حوايج اللي هما سيريو فيهم يخدمو فيهم العقل. هادشي عشناه وشفنا، راه ميرانا كيعيط لك هكا انت كيقول لك اجي، كيقول لك اجي يوسف الله يرضي عليك عطي بلاصتك لهاد السيد هذا، انت تجرى مع الدراري ترى شنو وقع له، عطيه بلاصتك في الحبس ميران خلينا بلاصتنا بلا مرقد فيها، تجرينا مع الدراري معاملة الليلة، انسان مرس بشي رجال فاتح ولا هادو كاينش مشكل، كاينش مشكل لا اله الا الله، انسان ضرب صحي ما عندك ما دير له، ثاني كتقول ندير هاد العمل لا الله عز وجل يديني في شي حاجه واحده، او حتى المساج نديتك واحد القضيه راه قلبهم مزيان والله العلي العظيم، الا كيتعاملوا شي معامله مع بحال هاد الناس هادو والله ما يتعاملوا معاك في السيفين، لو يقرب له ويعد تطيبه ويجيب له الماكلة وهذه يجيبه ويقلقه شو كده، واللي طيباته يقول له أكل الوالد دكيكة، واللي طيب القهوة يقول له أكل الوالد دكيكة، واللي طيب شي قميلة يجيب له، خرج الزيارة يعطيه لعيبات معاملات، المساجن راه الإجرام والجريمة والروينة، ولكن راه ليسونسيال ديال بنادم الدخلاني قليل اللي كتلقاه ميكرو. أكثرية تلقاه من الداخل قلب البيض يعز عليهم الباشر، شافوا شو يجدوا هبط الرجل الزين طب شي كومنتير وشي لايك ولا تجوج كومنتير ثلاثة، اش خسرتي لا كومنتيتي واش ربحتي الا ما كومنتيتيش، هادشي اللي بغيت نفهم ندوزو نكملو. يا بقيت كنبين له هاد السريبسات بحال كنبين لكم هكا، اشنو علاش تمشى ما تخافش من شي حاجه، راه الكاكا وهادشي وهاد الروانت كيكونوا لينا حنا اللي يجيو، اللي شي كيبغي يحرض شي توسع ديك عندك لاس كبار لا السيستم باش تمشي، ولكن ملي يكونوا كيفيكسيو لنا هنا بلا ما تحتاج تزيد عند الموظفه ديال كيفيكسيو هنا كيقول لك سير الكارطي في الهادي، هذا كيصدق غير الكارطي كي عندو سيل كارتي في العاب شي عندو تقول لك فتح عملية ولا كدا هدا راه ما يتسنطولكش، لهذا ما تخويش الباتري معاه، هاي صيفطك سير للتوبة وسير للتوبة، منين تدخل التوبة شوف ديك الساعة شاف كارتي، منين تشوف شاف كارتي هضر معاه هو اللي غيدير لك الحل، هادو هنا ما يدوكش الحل، وبقينا صارين درنا الدين بقرنا في واحد اللعيبه ثمان تاع الشا اللي جايب معاه شي ولا الفرمان اللي جايب له شي واحد شي حاجه الليل صافي شويش ديال البيضان الشمول كيجيبو لنا صحاب الكوزينه كيعناو بينهم داك البيضان السياسه واش عشان تاع الشا ما يدمق انا وهادي وقلناو ما يتلاش صباح الصبيح، والراجل مسكين ما تيزورش من جنبي غير بحال انا السارس هو البورتكلي تيزوش مسكين من وانا عاوتاني دايرو في جنبي هكا تنتهاود انا ويا وكدا
هدي الله يكون في العوان. سيد مسكين عاش حياته في الصناعة، عمرو شاف الحبس، والمرأة حرامية. شفت هذا الرجل الحبس لاش؟ لاش ولا علموني نيكس، هو علموني نيكس. شفت الرجل الحبس مسكين ما عندوش الله غالي، لا ولو يموت هذا في الحبس. أقعد عيدو نقصو الودر من يكون خارج علي بعد. جيتك واحد القضية، هاد المنتف ملي غندخل شت مديكور في الضيافة، والله العلي العظيم عمري شتو في الحبس. وداك الديكور حتى لحد الآن مبغاش يتنسالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقيت واحد السيد رجل كبير بالكروسة، بالكروسة مشيش كروسة الثياب في الحبس. رجل كبير والله ما بغات تسرط لي تلحق الآن. ومونتيفو ماشي شي مونتيف، شي واحد دبزلو مع ولدو وقيلة، وولدو وقيلة ضارب، والآخر معمر على ولدو باه، ولكن فيهم تفتن هو ولدو الحبس. هذاك لاش في الحبس؟ هادي اللي ما بغاش تدخل لي بدماغي بالكروسة، والله إلا بالكروسة خوتي. هذاك لاش في الحبس؟ علاش ما يكونش عندنا سيدي واخا سيدي يكون داير جريمة واخا، علاش ما يكونش عندنا بلايص لهاد الناس هادو؟ كنعرف الوقت هذا في الحبس في داير سيدي بالكروسة، والله العلي العظيم ما تسرق لي. علاش هاد السيد في الحبس؟ وانت ابتدائية ولا هادي وفرضو تا هو دايرة فين بلايص فين يتعاقب بنادم ابار حبس. ما علينا، صبح علينا الصباح قلتلكم خرجنا كدا. الوالد طلع معايا، تلزق معايا للسوق، يلا قالوا قلت له شوف راه بس تدخل الكورت كاتي فرونسي هنا غير كتقدر في الكورت تسمع يلا لبلاصتك تخدم في السر ولا ترجع للضيافة تمشي معايا يلا بعد توبة نشوف الدراري وكذا وهذيك نشوف السبارة من تما فين تقطعوا لي حوايجي. أخي راه مكينساو الحساب غير ولاد الدلاي جاي ندخل بعد التوبة منا نشوف الدراري وريين هاكا مابقاش يدير ليك تعرفهم كذا هذا يعطيك وكاين الدار الروح يعني كعواي الصار كذا هذا راك عارف راه كاين الناس اللي عاوتاني حنا كيجيو على قد جهدنا كنتعاملوا معاهم اللي كيدخلوا بواجدة وما عاوتاني إلا جينا بواجدة عاوتاني راه كاين ولاد الناس على قد جهدها وكيف كيتعاملوا كاين هذاك حليبة فين شي ميض لينات العيبة يقول لك هذا راه تجيبو جادي من السيفين مازال ما الزاير ما طاير هذاك شي بوكي ديال الكارو ولا شي سبوتية ولا خمسة دمريت ثلاثة ثلاثة كل يعطيك كويشة على حسب كاين ولاد الناس. يلا انا دخلنا التوبة القى الوالد عندي التوبة القى حداك وجينا واقف يلا خونا قبل ما نكملو راك تما ضرب شي لايك كومنتير جوج ثلاثة داكشي اش ما قديتي يلا بون ابيتي. ايلك عاوتاني الميكروب عاوتاني الوالد مالك قلت له على الوالد شنقول لك يا الباطل الوالد انت دائما غير الباطل وين راك راني في الضيافه قال لي بلا ما يصيفطوك لهنايا قلت له واخا الوالد صافي كون هاني ولا ما راه درت معاه قلت له صافي الوالد كون هاني سركل درت عندك الشوي بيني مع جنبي قلت له جميل عاتيت من الغمال داك الشي باني كيشوف الموظف اللي تلاقاني تيقول لي عاوتاني عاوتاني ما قلت له واد راح نخلقوا ترابي اثنين على ترابي شادي جلق طرق طرق شي جدري وريين في الكروات لقيتهم تي ناس السبعة معي وفين أبا أكلي جيت جا وايلي صعبي وايلي شنو تما كي داير الأمور كدا وهادي قال لك راك عارف زعلان شي مازال فلان وفلان 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 فلان تهز فلان كدا ياو وفلان فلان راه فطار تاعك
ضربوا واحد الحمق، طردق له عينيه، ما تعدى على شي حمق مزعزع، الحمق طردق له عينيه مع الواليد، كان قلبه عامر عليه. صافي هذيك هي صابونتو، مع ملي تيبغيو يلغيو الصابون لشي واحد يلاقيو له السلبة مع شي حمق، صيفطوا له كارطي. اشنو تما كدا هادي طلاق، شي طلت على السبعة لقيت شي رجال تما، دخلت سلمت عليهم، فينا ما فلي مزيان بخير اخوتي الله يكبر بيكم كدا هادي، خرجنا مشينا للكور، ضربنا دوار انا والواليد، شفنا واحد الراجل تما واحد الدريري ود المدينة وكدا وهادي تنعرفو وكدا، قلت له فين هنا، عطينا خا شي باكية اللي عندك مردومة تنزور هاد جايين، قال لي هي الاولى نمشي للبيت نجيبها لك، مشى مسكين جاب لي باكية خضرا من البيت، قلت له الله يتوب عليك تنزور، قال لي حشومة خايمة ما بيناتناش، ولد السيكتور ولد الكرو. المهم بعدا باكية الكارو في الجيب باش تسالو داك المريض اللي باقين الموفي والقضية. انا كنت سركلو في الكرسي شويش، قلت له العموم، قال لي شنو، قلت له تفني، قلت له يلا نمشيو نخرجو جيت المصحة نشمو شويش الهواء باش جينا قريبة للهبطة باش نطولو هنايا. سركلنا انا والعموم وحدايا ومعايا مسكين هاد العموم شنو يعيش معايا. سركلنا انا والعموم، هو مسكين ما عرفت يلعبها في الحبس، غير تافدني فيما وقفت يوقف فيما زدت يزيد، خرجنا الباب المصحة وقفت مع جنبي تحت القطيب، قلت لي شعر هاد القطيب، شعر هاد القطيب، باب المصحة تيخرج واحد بنادم من الأول فوطة على قمقامو بحال هكا ووقف، وقال لي الرجال ما كتلاقى، الجبل ما كتلاقاش، والرجال كتلاقى، ودار الفوطة بحال هكا، درت خوناها، ندوزو الكومنتيرات، يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق، حنا باقيين في الضيافة، الحلقة الجاية غنفكركم في واحد الموديل، عتنوي وشكون هاد خونا هذا، كلكم راكم عشيو معانا الدراما ديالو تا هو. أرانا سيدي أول محضر، منتف خضر ما فيا ما نهضر، عيد تيجاني، قال لك خويا العزيز الله يزيدك القبول على القبول، الله يكبر بك خويا العيد، الله يجعل أيامات كلها عيد، سي محمد الظلام، عمرة مباركة إن شاء الله، أنت والوالدة العزيزة خويا يوسف والفناك الحبيب، الله يرحم الوالدين، كمل في هاد الشي زوين ومفيد. ومعبر الله يبارك فيك خويا والله يجازيك بالخير، تحياتي لك خويا سيمو الظلام، الله يكبر بك، انا معاك الرجل الزين. منعم سطور من الحسيمة، تحياتي لك الرجولة بالدمة والميمة، تحياتي لك خويا منعم سطور، وتحياتي الناس الحسيمة واحد واحد. هذا غير ميلاد الاعتقال، قالك احبك في الله أول واحد، أحبك في الله، نفس الحب متبادل أخويا الله يكبر بك. نسيمة بيلا قالك بغيناك تكمل لينا على العجلة، تسنى يا أختي غير تسنى، والله إلا هي دي جاية العجلة، هي جاية أختي غير تسنى. أرنا نميرات العتيقه لوحدة أخرى، قالك السلام الوالد العزيز، شتي ديكاس الناس اكادير الله يحفظك، لوليداتك ديما كنكومونتي وما كدوزنيش معاك، مسيره موفقه خويا يوسف راك عزيز، تحياتي ليك اخويا والله يكبر بك، ديكاس الناس اكادير وانزكان العزه خوتي وناس الجنوب كاملين. البنو سارز الراجل الزين، الله يوفقك ويسر امورك ويبارك في عمر والديك ويكثر جمهورك العزيز، اللهم امين اللهم امين، الله يكبر بكم ويسركم ويعطيكم الله النور والقبول من عنده ويعطيكم من فضله ويجعل هذا الشهر ديال شعبان شهر مبارك ان شاء الله علينا وعليكم، هذا الشهر اللي كيترفعوا فيه الاعمال ديالنا،
يجعل ربي ان شاء الله اعمالكم كاملين غير الصالحين وغير الحسنات، ويكونوا مقبولين ان شاء الله عند الله عز وجل. تحياتي لكم اخوتي، الله يستركم. الى هنا وتنتهي مدرجتنا، وانتظرونا على نغمات سعيدة سمير يوم ورا يوم المدرجات نسيك الهموم. راكم تما ودعيو مع زنزان يعفو عليا الله منه، يتزوج لك عملي يتزوج، انا مالي. راكم تما ولاد الميمه تهلاو لي فراسكم، وانا دابا غنقطع وغنمشي غنضرب شي سويريات، واللي قد براسو يخليها في شي كومونتير. راكم تما ولاد الميمه، السلام عليكم.